بخصوص المصانع العراقية، فعلا هي متوقفة المصانع العراقية لأسباب كثيرة، وأهم هذه الأسباب هي الجنبة القانونية. كانت كثير من المصانع تعاني من كثير من المعوقات القانونية، خصوصا قانون تعريفة الوقود، قانون استهلاك الطاقة الكهربائية. تعرفون 25% من مداخيل الإنتاج هي تمثل اعتمادها على الطاقة الكهربائية. كهربائية. فكانت اكو قرارات صدرت لمجلس الوزراء، لمجالس الوزراء السابقه، انه توحيد تعريفه الكهرباء، ولكن ما كان اكو التزام بها. ولكن بعد الحزمه الاخيره اللي انطلقت في شهر الثالث لدعم الصناعه العراقيه، لا اكو صار اكو تحرك على الصناعه. الحكومه الحاليه هي راعيه القطاع الخاص، تنبري من عندها قوانين للقطاع الخاص حقيقة تدفع العجل للأمام. صح أكو بعض الجهات التنفيذية كموظفين أو شيء ما مهتمة، مو كلش مهتمة بتنفيذ، مو مهتمة خلينا نقول بمدى تطبق هاي القرارات، بس اليوم مدى يطبق باكر يطبق مفطر. زادا احنا بالعراق عندنا حوالي تقريبا 3150 معمل رجعت للحياة حاليا، معامل ما بين صغرى وصغيرة ومتوسطة بدأت ترجع للحياة بسبب الحلحلة بالقوانين. بالإضافة إلى ذلك هاي المصانع كلها حتعطيني فرص عمل، يعني ترفع لي من حالة البطالة اللي موجودة.